أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع استمرار تمرين درع الإمارات المشترك 51 داخل مياه دولة الإمارات العربية المتحدة وأجوائها وأراضيها. ونفذت قوة الواجب المشتركة خليفة عمليات قوات محمولة جوا واسعة للسيطرة على الأهداف العملياتية المحددة لها. وقال اللواء الركن صالح محمد بن مقرن العامري قائد العمليات المشتركة إن عمليات قوة الواجب المشتركة خليفة تأتي استكمالاً لعمليات قوة الواجب المشتركة زايد وتمهيداً لعمليات لاحقة. وأضاف أن فعالية خطة النيران المشتركة في تدمير الأهداف المعادية كانت العامل الحاسم في نجاح عمليات قوة الواجب المشتركة خليفة.